عجوز اثنين، عجوز خمسة، ما في شيء سيدي الملازم. طيب ماشي. عجوز سبعة. ما في شيء، الوضع هون تمام. ممتاز. عجوز ثمانية. عجوز ثمانية، كله تمام. علم عجوز ثمانية. افتح لي عيونك. عجوز سبعة، انتبه منيح. أمرك سيدي، مفهوم. سيدي، الوضع هادي، ما في شيء بنوم. ومعنا نواظر ليلية مو؟ ايه طبعاً سيدي. معناتها عود وارتاح هلا. حاضر سيدي، مفهوم. طيب هلا بعد كل هالأكل اللي أكلناه، شلون رح نقدر نسهر للصبح يا شباب؟ بلا غلاظة يا شهر. مثل العادة. لا مو قصدي، يعني أنا بسهر عادي، بس قصدي عنك أنت. ايه طبعاً. وبعدين في شيء أحلى من السهر؟ يا شهر. نعم سيدي. روح جبلنا بريق شاي. ايه مفهوم سيدي، غطي مكاني بالإذن. خذ راحتك على الآخر. سيدي هذا الزلم الختيار خلاني أحس إنه الزمن وقف فيني. بصراحة سيدي كلامه أثر فيني. بلا هالمشاعر المشلخة مو وقتها هلأ أبداً، ولا كتير ترفع سقف توقعاتك. إن شاء الله ما بيصير شيء. رح نعمل كل يلي منقدر نساوي. شو الوضع؟ أنت منيح؟ أنا بهالأيام ما بفضل تسألني أي شيء. حاضر سيدي، مفهوم. شوف رح كمل مكان أرجان، وأنت كمل بدال تيمور. تحرك. إيه تحت أمرك سيدي. الحراسة الليلية مثل العادة دائماً صعبة، بس بحياتهم ما رح ينسوا هديك الليلة أبداً. النجوم بالسماء ما بتنعد فوق روسهم، تحت رجليهم الأرض كأنها معانقتهم، وعدو مجهول قدامهم، بس وراهم القبيلة الشجعان اللي ناموا بهنا يمكن لأول مرة بحياتهم، لأنه الجنود واقفين عم يحرسوهم. لهيك ناموا بسلام، الأولاد والأمهات والأبهات، حتى الخرفان والكلاب ناموا بسلام. تفضل. الطيران الحربي الأذربيجاني على الخط سيدي. ماشي نقيب، رح أجي فورا. حاضر سيدي. سيدي. شو؟ العميد تومرس سيدي. النقيب باتور، أوامرك سيدي. كيف الأمور عندك؟ طمني كيف الفرقة؟ شكراً سيدي، الأمور مستقرة. ممتاز، ممتاز. كارنليك، في طيارتين هليكوبتر نقل من الجيش الأذربيجاني رح تجي تاخدكن اليوم المساء، ورحلتكن من أذربيجان للمقر رح تكون مأمنة كتير، فهمت علي؟ حكي واضح؟ مفهوم سيدي، بس أنا لسه ما تأكدت من سلامة المدنيين اللي هون. شو قصدك تقول؟ المجموعة اللي حاولت تهجم لسه مشكلة خطر عليهم، قسم منهم انسحب، بس الخطر الحقيقي من فلول الإرهابيين، كمان ما أمننا المحور بشكل كامل. يا نقيب،
أنت كانت مهمتك القضاء على زياد سامير وعصابته، وبظن أنك قدرت تنجح بهذا الشيء. كلام واضح سيدي، بس بهي المرحلة رح يكون عرضة للهجوم. يا نقيب، أنتوا ما رحتوا مشان تقدموا الحماية للأبد، عملتوا المطلوب وعزلتوا المنطقة من كل الخطر، هلأ لازم ترجعوا على المقر فوراً، مفهوم حكي؟ حاضر سيدي، مفهوم. يلا أنا بانتظار تقاريرك، الحوامي رح توصل، انتبهوا. حاضر سيدي، علم. أوامر مغادرة ما؟ رح نتحرك المساء، حضروا حالكم. حاضر سيدي النقيب. يا ابني انتو عملتوا اللي عليكم وزيادة، مستحيل ننساكم طول ما نحن عايشين. روحوا واطمنوا، رح نلاقي شي طريقة. والله يا شيخ كنت بتمنى. يا نقيب معلوم، الشاي جاهز، تفضلوا يلا. تفضل يا ابني. كابتن أمين من الطيران الحربي الأذربيجاني. نقيب باتور من مجموعة التدخل، كيفك كابتن؟ الحمد لله كله تمام، لهلا ما في شيء بنوب، كله طبيعي. نحن هلا رح نكمل عمليات الإخلاء بالزمان والمكان المحدد. علم كابتن، ونحن رح نكون جاهزين، توصلوا بالسلامة. شكرا يا نقيب. أرجان. نعم سيدي نقيب. جهزوا حالكم فورا. حاضر سيدي. تيمور. أي سيدي. بدل نقطة الحرس مع أوماي، بتكون تعبانة. مثل ما بدك سيادة النقيب. سيادة النقيب بدك تسمح لنا، باكشياتا بده اياك. ايه طبعا اكيد، يلا تفضل. اجينا لعندكم بمهمه محدده وهلا مضطرين نمشي. يعني انا روق يا ابني، ما في حدا بالقبيله رح يزعل منك. انا بعرف انك لازم تروح، ما في مشكله بنوب. اسمعني يا ابني، انتو بعدتوا بيناتنا ليلتين وثلاث ايام يا ابني. الله تعالى خلق الكون بسبعة ايام، وجماعتك خلال ليلتين وثلاث ايام بصراحة اشتغلوا شغل بيسوى الدنيا كلياتها. استغفر الله، أقل من الواجب. أنتوا غالين علينا كثير، واللي عملتوه معنا له قيمة كثير كبيرة عنا، وما رح ننسى بحياتنا، لأنه الأولاد اللي شافوكن رح يعرفوا أنه ما هنو وحيدين بهالحياة. تأكد أنهم ما رح ينسوكن بنوب طول ما هن عايشين. بكرة كل ما صارت معهم مشكلة رح يعرفوا انه في رجال شجعان، رجال ابطال رح يوقفوا معهم دائما. يا ابني هاي الشغلة بتسوى عند الدنيا كلها واكثر. بكرة كل هذول الاولاد رح يحلموا يكونوا مثلكم. خذ النصيحة من رجال كبير، العدو ما بيوقف وبيظل موجود دائما. تخلص من أول عدو بعرضك بيطلع لك ألف واحد ثاني. تعرف ليش؟ لازم تعرف بالأول، لأنه لما العدو بيختفي ما رح يبقى ولا طاغية عوش الأرض هي. منشان هيك في كثير ناس ما عندهم ناموس وأخلاق، رح يعملوا كل جهدهم لحتى يوقفوا بوشكم. بس حط ببالك يا ابني، المناح كثار مثل رمل البحر، ورح يظلوا دائما كثار حواليك، ما رح يخلصوا. لا تخلص الحياة، بكون بعلمك انت طول ما حاطط أملك بالله رح تظل أقوى منهم كلهم. حتى لو متت ما رح تكون خسرت معركتك، ما رح تنهزم ابدا. حط الشيء هذا ببالك، ولا
روح يا ابني، الله يوفقكم ويحميكم. بوصلي جبين الشباب والصبايا اللي معك. الله يحميكم يا نقيب ويوفقكم. الله معكم. يا ابني انت عندك ندبة هون، انا بعرف. لا تفكر فيها كثير ولا تظل سجين الجرح اللي بقلبك. الجرح بالاخر لازم يطيب يا نقيب. جيب مكواية حامية منيح وكوي جرحك فيها، بعدين امشي بطريقك. الطريق وقتها رح يكون اسهل بكثير. اعطي هي لرفقتك، يلا روح روح. أوكان، شو كان عم بيعمل النقيب كارن ليك هنيك؟ علمي علمك ما بعرف، بجوز كانوا عم بيودعوا بعض. ليش مبارح؟ ما سمعت الجد شو قال؟ ايه والله أشعر لي بدني. عمل حاله جدنا هلا. لك أوكان شو هالحكي هاد؟ عن جد أنت ما بيلبق لك الواحد يعاملك باحترام. ليش شو عملت لك أنا؟ روق، شايف الظرف مناسب تقول عن زلمة بمكانته هيك؟ شو هالعنجهية اللي عندك؟ على الأقل احترم عمره قبل ما تحكي هذا الكلام. الزلمة ما غلط معنا بشي وتعامل كتير منيح معنا. هيك لكان؟ ايه. ومين فينا الأهبل؟ الأهبل؟ والله ما بعرف يا أخي، بس شكلك أنت بتحبه بس أنا ما فهمت عليك منيح. ولا يهمك، الحق علي، كنت عم ناقشك شوي. أوكان، لوين رايح هلا؟ شو مشان هدول؟ حملهم على ظهرك. بالله شو؟ سيادة الملازم، في مدني جاي هلا من المحور الجنوبي ومبين لي انه مو مسلح. علم تيمور، فتح عيونك وخلي اصبعك على الزناد. انتبه. مزبوط. علم سيدي. وقف، ارفع ايدك، يلا ايدك فوق راسك. انا من ضيعة قريبة، أنا راعي من المنطقة. هذا واحد من الرعيان تبعنا. عندنا قطيعين يا ابني، 7 أو 8 رعيان هنن يلي بحرسوهن. مسكوا الكل، الكلاب مسكوهن كلهن. ما بعرف إذا قتلوهن أو شو عملوا فيهن. تمام تمام، اهدى هلا. مين اللي أخده؟ حطوا كياس على روسهن وضربوهن. كنت جنب النهر عم أرعى هنيك وما شافوني. بجوز يكونوا قتلوهن، أخذوا الكل. تمام تمام الكل. تمام، ركز معي وجاوبني، مين اللي أخذهم؟ هدوك الإرهابيين كانوا هون من يومين. يا أولاد الحرام. مين معي؟ انت قائد المجموعة، عرف عن نفسك. مين اللي عم يحكي معي؟ جاوبني، انت قائد المجموعة. قول مين انت. انت باتور. روح روح روحوا روحوا. الواطيين هالوسخين، شو بدهم من الرعيان هالكلاب؟ افتحوا طريق افتحوا طريق. حركوا سيدي، عم يحاكوني على لاسلكي وقال بدهم يحاكوك لإلك.
وقت كتير ضيع، ولهيك اسمعني منيح. انت القائد؟ مع قائد المجموعة. احكي شو رتبتك؟ احكي فوراً ولا تبلش تعلق. اللي بدك تقوله، ما عندي وقت، خلصني يلا. ماشي مثل ما بدك. بظن انه انت النقيب، مزبوط مو هيك؟ بعت لك هدية كتير قيمة، فيك تقول ملاك الموت. قلت له انه الجنود الاتراك بيحبوا الصريخ بالعالي مثل اتاتورك بكوكاتيبي، وانتو كلكم بدكن تكونوا مثله. ما انت اوسخ من انك تجيب اسم اتاتورك على لسانك، ولك احكي اللي عندك خلصني بلا هالمقدمات. قلت له للقناص، مين ما شفت بالاعالي بتقوصه فورا، وان شاء الله تكون انت اللي واقف باعلى نقطه. في قناص راصدنا. أوماي، الكل ياخذوا مواقعهم فورا. حاضر سيدي. تحركوا شباب بسرعة. شو عم تسمعني يا نقيب؟ إذا أنت اللي واقف بالقمة فبلك مع السلامة. يعني أنت وباتور اشتغلتوا سوا، أكيد رح يوصل بأي لحظة. خليني أتصل فيه، لازم خبره أن رفيقه هون عم يستنى. بعدت له يلا هلا بيحاكيني، بيكون مشغول بشي. بس ما قلت لي شو بدك فيه، بخصوص شو بدك اياه. انا خبرتك انه هو رفيقي. النقيب كران ليك ما راح عدوك بيزيد ولا عقدرنا بنوب يا شاطر. انت ذكي كتير يا ختيار، ومع هيك اذا ما بدك تموت قدام حفيدك لا تتزكى كتير علي. وهلأ هات قلي لشوف، امتى راح يرجع النقيب كران ليك؟ عن قريب كتير. بجوز يكون كران ليك بمطرح بعيد كتير هلأ، بمهمة مثلاً. إذا النقيب كران ليك ما أجا خلال نص ساعة تماماً، رح أبعتك لعند حفيدك لحتى تشوفه. شو كان اسمه؟ تونجاي. يا واطي يا حقير واطي. أنا ماني مستعجل أبداً، بكل الأحوال رح تموت يا جدي. طيب خبرني شو اسمك الحركي؟ احكي كل معلومة بتقولها بتعيشك زيادة، لأنه رح تكسب وقت. وين النقيب باتور؟ كران ليك بكل مكان. دمه خفيف، وين بيخبي الوثائق تبعه يا جدي؟ احكي لشوف. بجهنم يا ختيار. لما بيرجع كران ليك رح يكون عنده حدا تاني يحزن عليه. الله معك.